مش الذاق يا اخوان، شوف اخذ موضوع شخصي. قول له فريق البيسس انتم يا لوزر. لا فريق الاسنتو. يا مساء الخير جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا من اولها حكيت له بابا طبعا قاعد بلحن من اول ياسه بابا بلحن. جانا هون موجوده جاد وليد، اهلا وسهلا، مساء الخير جميعا، كيفكم؟ اياد اخوان اياد من وين بابا؟ ماما هون، اهلا وسهلا، اهلا مسند، هلا والله. اوكي بس نصور بعد اذنك يعني. انا اسف والله، طلعتوني اشاره نحن نصور. يلا ها يلا اخوان، طبعا من اول ما بدينا الفلوج اياد بده يحكي لكم شغله، بس اعطوه رايكم بالكومنتس باي شيء معين. اياد بشو بدك اياهم يعطوك رايهم؟ يعني بشعري انه يعني شو اسم هاي التسريحه؟ الموضه الافريقيه. الموضه الافريقيه حج. انا والله ما بعرف الموضه الافريقيه. مين عملت اياها؟ انا تعلمت ولا حاجه. انا اخترعتها. انت اخترعتها؟ اوكي، فكرت كنت افريقيا او شيء مشوار وغيره. ما شاء الله. اوكي طب يلا، المهم ايش اللي فيه؟ المهم اخوان، لا اليوم جايبين لكم لعبه. ما في عشاء؟ ما اذا فزت باللعبه الخسران حيعمل عشاء. لا هو في عشاء بس للفايز. اوكي تمام. طبعا انت خارج كل الموضوع لانه تحكوا الحكم، فانت لا فايز ولا خسران، فما حتعشى بكل الحالتين يعني. اذا ما فزت راح اعشيك. بلشت اعمل. اذا فزت راح اعشيك. لا هذا بكره اتفقنا انه يلا. اوكي اخوان والله بدي احكي جد، لا بابا قرر قرار اليوم يبدا. ما قررت، بفكر. لا 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 لا، اليوم والله قرر قرار، حكى انا را من بكره راح ابدا دايت. بس ما حكيت كم يوم، فاحنا يعني سجلوها. ابداوا من تاريخ اليوم اللي بتشوفوا فيه الفيديو، ابداوا من هذا اليوم. ما حكيت كم يوم. لا لا لا، يومين دايت او ثلاثه بدي اجربه، اذا حلو طيب اوكي مشينا فيه. احنا ماما شو بابا شو حكى؟ حكى راح يبدا صح؟ انتوا سجلوا التاريخ خلص، بعدين بعد شهر متقابل. بالضبط، احنا راح نبدا نشوف. اذا انا انت سمبتيك حج، هذا ايش لا يختلف على الاثنين. بسموه الجسم المثالي. طبعا طبعا. شو يعني بالانجليزي يا اياد؟ البرفكت بودي. بودي بودي. البرفكت بودي. لا لا، انت قاعد احكي باللهجه اللي انت بتعرف فيها. البرفكت بودي. بودي. ذا بيرفكت بودي يعني الجسم المثالي. يعني المهم هلا ما علينا، بس لا خلص احنا اخذنا القرار، واحنا العائله كلها متفقه على هذا الاشي. اسمع، انتوا حاسين انه انا يعني كثير يعني؟ لا مش حاسين، بس احنا عشانك. لا احنا شايفين. اوكي. بس المهم خلص ما علينا، ما علينا، مش حنختلف على الموضوع هذا. خلينا نبدا اللعبه. تمام. في لعبه؟ شوف اللعبه راح تكون، بما ان احنا بالعائله سبعه، طبعا سند الثامن بس سند نايم وما بنفع يشارك بالمسابقات لانه لسه صغير. تمام. المهم بابا شوف، لاحظ انك المفروض كله ماخذه لحالك. هو انت مش مشاركني؟ لا انا هيني موجود بس انت لازم تعبر. طيب المهم اليوم راح نلعب. شو اسم اللعبه؟ اسم اللعبه يا جماعه، ركزوا معي يا اوعد. اسم اللعبه والله ما بعرف شو اسمها. حامي بارد. حامي بارد صح. اسم اللعبة حامي بارد. راح احنا سبعه، فراح نقسم فريقين وواحد حكم، يعني ثلاث بثلاث، والحكم اللي هو بابا راح يكون. تمام. الفريقين جات تعال عندي. انا بقول لك تعال عندي. تقول له ايه معلم؟ جانا عندي، جانا معي. وانا ماما وياد معي. يلا يلا جات. طب تعال معي يا زلمه يا شبيهي. شو تخليت عني؟ السريع. يلا تعالي انت معي. عشان انت وماما وياد. ماما ووليد واياد. عشان التشابه. والفريق الثاني. عشان التشابه الحواجب وبرضه الرموش. صح احنا ثلاثة بنشبه بعض. سلام. احنا مصورين صورة الفريق قبل التحدي. سلام كليم. الفريق القوي. فريق ال وانتوا اكيد فريق خسران. فريق الرعد. تمام. واحنا الفريق صورونا بالله الفريق فريق شو؟ فريق الاساطير. فريق شو؟ الاساطير. الفاشله. فريق الاساطير. لا فريق فاشله. ما شاء الله. اوكي ما شاء الله. تمام. اللي راح يصير انه راح اللعبه. طيب اوكي اللعبه. الحكم اللي هو بابا
راح ياخذ شيء يخبيه تمام شيء حيكون حجمه بهذا الياب الاول حتورجينا ايش مثلا فلنفترض ان علبه السماعات هاي البيضه اوكي تمام اللي اللي بلاقيها من هلا باخذها بس احكي لكم ايش هي انا ابها هي خلص انت حتخبي لها هاي خلص خلص اخبيها هاي قررت ادور اي شيء حتيجي بس بتلاقوها بترجعوها للغالي لا 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 ايش بياخذها اللي بلاقيها بياخذها انتوا اللي بده يجي معانا يجي برضو يجي برضو لا هاي لعبة حلوة تلعبوها في البيت واللي ما بده يجي يطلع برا شو هي حركة اسمها راح يتدمر ويخسر لا اخوخة لا اخوخة لا انا اسف طيب خلاص لو سمحت يلا طب المهم خلاص خلينا نبدا انت راح تروح تخبي هذا انا راح اروح اخبيها وليت انتوا تخبوا لا لا احنا مغمض عينينا احنا لا لا انت اللي حكيت ايوه وانت تخبيها بتنادي علي اوكي يلا يلا فريق الاساطير يلا جمعوا هون شو الاساطير وين عسى الساعه يلا بدنا نخبيهم يلا يا سلام هلا انا وحده اخبيها بجيب لا لا اسمع انا ما بدي اخبيها بدي اخبيها بمكان ما هيخطر على البال عرفت كيف شايفكم لا لا ما بصير ما تسمعوا ما بصير انت يعني والله يا برهوم انه هاي قصتهم قصة يعني هلأ يعني البيت كله هلأ مش عارفين وين مخبيننا من لأنه كل إشي مبين أساساً فيش إشي بالضبط حيكون سهل إنك إيش إنك تلاقيه كل هالرياحية يعني صح فبدك أنت الواحد يكون حاول يكون إيه يكون يعني قدر المستطاع عنده شوية ذكاء عاطفي لحتى يقدر يلاقيها إنه يلاقيها صح ولا لا صح يحاول الواحد بس ممكن هذا خيار ثاني لحظة شوي على ديهم يلا اتفضلوا تعالوا يعني كل ما حد يقرب على المكان هو حيحكي غيرك ما حيتكلم ايش هو الاشي عم يعني قرب عليهم لا والله في سياره ايش هو الاشي وليد حامي كل دوره وليد صار فروة حامي لا وليد حامي جوا جوا لا كل واحد لا في بارد كله بارد يعني حامي يعني مش عارف حامي شو شنو مش عارف ثاني ماما جنبة حامي لا عصبي بارد عصبي بارد انا قاعد جنبه كل وينها عصبي بارد انت تدلج حامي كلكم حامي بارد لانه انتم بتلعبوا كلكم مطرح واحده غلط ما حتعرف هيك وليد بارد جنى بارد انا هون حامي كنت يعني هيك حامي بارد يعني حامي بارد يعني هون بارد 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 هون بارد ما تسأله هو اللي بيحكي انا بقول اعطيني تنبيه يا كلهم كل كده بارد انتوا كلكم بارد بارد كثير شو بارد مش كلكم مسافر اياد حامي حامي جوا هاي بس وين حامي ايش في اخوان ايش دايما هون هي لحظه هي من اللي ورا يمكن مو هون يس
مغاوز. لا انا اسمع مرتي مغاوز معاه. لا لا بس ما قال بس والله بقى كان صادق معي حتى اولها بعت مرتي عشان يعني اعطيكم شويه اجواء حيويه. اوكي اوكي اخوان النتيجه 1-0 لفريق واو واياد. ثلاث جولات وليد عنده ثلاث جولات نعم جولات. يعني باقي جولتين هلا صح. يا هذا شعارنا لا تشوف يا رجل. احنا شعارنا هذا شعارنا أما اساطير شعار اساطير شعار أما اساطير احنا هيك اساطير يلا جوا 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 اساطير جاء دور المرحلة الثانية. لا لا عرفت عندي أنا كنت أحط المكان ما يتخيلوه. عرفت كيف؟ بس هذا إشي بده جهد غير معقول وفي نفس الوقت بده ذكاء عالي. إحنا بالأصل حج حطها على إشي بقى قوية كمان بقى قوية لا عادي يعني إنه نكتة لا كبيرة لا كبيرة لا لا حاج حقا هتفتح الكرسي بس كبيرة سكر الكرسي صح عليك حاج يلا عمي بارد لسه شوي يا الله شو حاج ناديهم والله انا رايي ناديهم بس خايف يعرفوها بسرعه يعني سكر انا سهل مبين خلص يلا تعالوا يلا بابا بابا يلا يلا انتشروا يلا شو بارد شو بارد شو بارد عصوم بارد يا بارد حاج انا بارد سكر انا بارد انت برد انك بارد صوت بارد هون حاج طيب شو بارد والله بارد كثير قسم الى مو هاد بدي اعرف شو حاطه الجبهه هون حلاوه هي بدك حاطه مسلسلات كثير واعرف شو ما في بابا طبعا اصلا مبين لا حاج ما تحكي لهم عادي انا سايب بارد ما بحكي اوكي هون حامي طب وسع شوي بس وسعه هذا بس انت هذا الصوت يا جاوز حامي بارد اوكي شو اوكي حامي بارد شو اللي اوكي حامي بارد يا شوي يا بارد يعني انتو حامي بارد بتحوموا حواليك يعني اذا عملنا مثلا على فرض يعني مثلا اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام يعني بدي افترض انه ودينا كمان نفس المنطقه الجغرافيه اللي هناك او منطقه تكون مثلا يعني هون حاج وين او هناك هاي انت خلاص بدنا نديهم هلاك وفناديهم بقى سهله على فكره يعرفوها
يعني خلينا نجرب. يلا تعالوا. بارد حامي بارد حامي هيك بالنص يعني بارد هون بارد يلا بيرفع بارد ما بجيبش الدبلة كامل. ماما حامي 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 تحت السجاد. هاي مبينه هاي تحت السجاد. يا حامي لا 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 ماما هون جوا. هاي يا حامي حامي يا ناس حامي حامي يا ناس حامي حامي ماما حامي اسمع غش عيني عينك. توافق هارموني وما هارموني والله ما هي والله ما هي انت مفروض قدامك انت مفروض تخبيها بمكان ما راح يتوقع. مش عارف يتوقع ماما الوحيد اللي كنت توقع كل مكان بالبيت. هاي صح مشكله كمان. بالنهايه ماما تستحق يعني الفوز. وانا هي قاعده الوحيده لا يستحق لانه مرتين وليد لقاها ومره ما ولقتها او مره ماما ولا وليد. ما شفنا فايز مش عم بعصر ليش فايز كان زين ما فيك منها هون. لا في قول له فريق البسس. قول له فريق البسس انتم يا لوزر. لا فريق اسنتو. على كل حال بنهايه المطاف انا كوني حكم وعشان ما بحكي انت بتصور حق. معلش اسف انا كوني حكم واسبب الطريق. المهم حلو لا تعيد عاد ونتصدق. فانا اعلن فوز مرتي وابنها وليد وياك كمان يا مقداد الولد الذكي عن الولد المبدع المتعلم ذو الخيال الواسع. لو سمحت نعم صاحب الخيال الواسع صحيح شكرا المقورة. لا انا مقورة انكم غشاشين يا اخوان. مش احنا فايزين. طيب انت ليه زعلان انت فايز؟ مش تضايق يا اخوان. شوف اخذ موضوع شخصي. اياد صار اياد 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 ليش ايش في اياد؟ طب احنا فايزين ماما ليه تقول عنا غشاشين؟ لا احنا مش غشاشين. عن عن يا جماعه والله الحمد لله بالضبط يعني بابنا زيد الموضوع اكثر. المهم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفلوج الخفيف خفيف هذا والتحدي الجميل. تفضل. فبالنهايه ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو استمتعتوا معنا. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي راح تلاقوا الرابط تحت بالدسكربشن ونشوفكم حلقات ثانيه ومع السلامه.